وللمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، يعني أطلعنا على المزيد من فعاليات مهرجان العالم عالمين. تحياتي لك ولكل متابعينا من منطقة العالمين أرينا بمدينة العالمين الجديدة، حيث استمرار لفعاليات مهرجان العالم عالمين. هناك الاستعدادات النهائية واللمسات الأخيرة الخاصة بالأجهزة الصوتية وأعمال الإضاءة لانطلاق حفل الفنان أحمد سعد ليلة اليوم. وإذا تحدثنا أيضا عن الشواطئ وسواحل مدينة العالمين التي تنطلق من خلالها عدد من المنافسات والتحديات الخاصة بمنافسات البادل التي تنطلق اليوم أيضا، وهناك أيضا منافسات الكرة الشاطئية التي سوف تنطلق على شواطئ مدينة العالمين. وإذا تحدثنا عن سواحل مدينة العالمين التي تنطلق بها العديد من المنافسات، منها الجيت سكي وأيضا العروض المائية المختلفة، هناك استعدادات أخيرة ولمسات نهائية لانطلاق عدد من الفعاليات سواء موسيقية أو رياضية، أيضا بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفرق التراثية وأيضا الفرق الاستعراضية التي تشارك بشكل كبير جدا في عدد من الفعاليات المتنوعة، خاصة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع وبداية ازدياد عدد المواطنين القادمين إلى مدينة العالمين الجديدة. مدينة العالمين الجديدة استعدت بكافة المواقع لانطلاق مجموعة من الفعاليات المتنوعة لاستقبال عطلة نهاية الأسبوع وأيضا المزيد من المواطنين القادمين لزيارة هذه المدينة والاستمتاع بمهرجان العالم عالمين. هذا هو المشهد، وعودة إليك. نعم، جزيل الشكر لك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديده.